منخفض جوي عميق هو العنوان الأبرز، والثلوج تنتظر العديد من المناطق. مشاهدي اريبيا ودوت كوم مساء الخير. منخفض جوي عميق مترافق مع كتلة هوائية شديدة البرودة هو العنوان الأبرز لهذا اليوم، والثلوج متوقع أن تشمل عدد من المناطق اعتبارا من ساعات عصر الأربعاء. وفي التفاصيل، يتوقع أن يبدأ تأثير هذا المنخفض الجوي اعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأربعاء، جالبا معه أمطارا غزيرة متوقعة في أجزاء مختلفة من المملكة، ربما تبدأ من المناطق الشمالية وتمتد لاحقا إلى بقية المناطق. رياح شديدة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 100 كيلومتر بالساعة في المناطق المفتوحة، ستسبب العواصف الرملية في المناطق الصحراوية. أيضا من المتوقع أن تترافق الأمطار الغزيرة مع حدوث العواصف الرعدية وتساقط لزخات البرد. وبالانتقال إلى موضوع تساقط الثلوج، من المتوقع أن تبدأ الثلوج بالتساقط بشكل تدريجي فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعا 1200 متر عن سطح البحر اعتبارا من ساعات العصر، والتي تشمل المرتفعات العالية من عجلون إضافة إلى المرتفعات الجبلية العالية من جنوب المملكة. وتمتد هذه الثلوج إلى المرتفعات الجبلية التي أقل ارتفاعا من 1200 متر تدريجيا مع ساعات العصر والمساء، ومن المتوقع أن تصل إلى أجزاء وأطراف غرب العاصمة عمان إضافة إلى أعالي محافظة البلقاء. ومع ساعات الأولى من ليلة الأربعاء على الخميس، من المتوقع أن يمتد تساقط الثلوج إلى المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعا 800 متر على سطح البحر، ليشمل بذلك أجزاء واسعة ومختلفة من المملكة. ربما تكون هناك بعض المشكلات التي تواجه تساقط الثلوج نهار أو مساء يوم الأربعاء، تحديدا أن في بعد مساء يوم الأربعاء ليلة الأربعاء على الخميس من المتوقع أن تضعف الهطولات عموما سواء المطرية والثلجية في أغلب المناطق عدا الجنوبية، وبالتالي نتوقع أن تكون الهطولات ليلة الأربعاء على الخميس متقطعة من الناحية الثلجية. ويوم الخميس من المتوقع أن يستمر تأثر المملكة بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة القطبية المرافقة له، وبالتالي تبقى الفرصة مهيئة لأن تسقط الثلوج ما بين الحين والآخر، وبالتالي تكون الثلوج أيضا متقطعة، ويبقى مستوى تساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد ارتفاعا 800 متر عن سطح البحر. جملة من التحذيرات نطلقها بشأن هذا المنخفض الجوي، لعل أهمها خطر شدة سرعة الرياح كما ذكرنا سابقا، من خطر تشكل السيول وربما الفيضانات خاصة في الأودية، خطر الانزلاق كنتيجة لتساقط زخات البرد والثلوج، ومن خطر تراكم الثلوج خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وأخيرا من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية كنتيجة لغزارة الهطول وربما من الضباب أو حتى الغبار في المناطق الصحراوية. تابعونا في المزيد من التحديثات أولا بأول عبر موقع arabiaweather.com. إلى اللقاء.